يعني ايه سقطتي؟ يعني نزلت البيبي. نزلتيه ولا نزل لوحده؟ لا نزلته. ازاي تعملي كده؟ ايه؟ هو البيبي ده ملوش اب يعني؟ ولا انت حملتي فيه لوحدك؟ لا ملوش اب. يعني ايه؟ يعني انت لا تنفع تبقى اب ولا جوز ولا اخ ولا اي حاجة يا طارق. اخرتك تضرب وتسقط. بتجننتي رسمي بقى! انت جننتي رسمي! بقولك على حاجة كمان! يمكن
مش واخد بالك منها. بعد شويه مش هينفع حتى تبقى راجل. تحب اعمل راجل عليك يعني؟ ها؟ هتتبسط لما امسكك واصبحك في علاقه كل يوم؟ اذا كنت انت مجنونه انا هكمل من اللي خلفوكي. انا عقلت على فكره الجنان ان انا استحملت السنين دي كلها معاك. بس انا هسيبك، هسيبك تموت وتعفن هنا لوحدك يا طارق. هموت، هموت يا سلمى. مين اللي عمل فيك كده؟ طارق. طارق، طارق يا شريف، عمال سلمى فين؟ عندي. طب ايه يا شقيق؟ لا انا في اللحظه دي لا شقيق ولا نيله، انا الشريف زهران اخو سلمى زهران اللي جات لي مطلوبه منك وكفك معلم على وشها. ما انت عارف يا شريف اختك برضو عليها حاجات كده مستفزه، تخيل الواحد يقوم طالع من شعور. طب تحب انا كمان اخرج عن شعوري دلوقتي واوريك اللي بيضرب اختي بعمل فيه ايه؟ فيها يا شريف انت هتضربني؟ يا ريت يا اخي الضرب كان يحوق فيك، ده انت ضيعت عمر البيت. يو بقى نفس الاسطوانه. ايه يا عم، هي الاسطوانه دي مكتوبه باسمكم ولا ايه؟ انت اتهرج معايا يا روح امك. ماشي اسف، عافية حكمت. بس سلمى عايزه تتطلق. ايه؟ زي ما بقول لك كده. لا مستحيل سلمى، انا ممكن تطلب حاجه زي كده كده، انت بقى اللي شجعتها. اسمعها يا منى. طب تخيل بقى طالع مش مستحيل ولا حاجه، وهي اللي طلبت مني اقول لك كده، وده اللي هي عايزاه، ودي الحاجه الوحيده الصح اللي هي عايزتها من ساعه ما عرفتك. يا شريف حرام عليك، انت كده بتخرب بيت اختك. هو ده بيت؟ ده لولا ان انا معالج وعارف انت بتمر بايه كنت بلغت عندك البوليس وعملت لك محضر. انا مش جاي اخد رايك، انت هتطلع سلمى. يعني ده بدل ما توفق ما بيننا؟ ما انا وفقت ما بينكم زمان وندمت ندم عمري، عشان بعت اختي الواحد مدمن زيك عشان شويه ضرب زياده، وفي الاخر انا بطلت وهي تدفع الثمن معاك لغايه دلوقتي. يعني انت يعني عايزنا نتطلع من بعض عشان انت تريح ضميرك؟ ودي يعني خطوه بقى ان شاء الله في البرنامج. ايوه يا طارق، انا عايز اخرب بيتك بقى عشان اريح ضميري، مزاجي كده. هتطلق سلمى ورجلك فوق رقبتك، انت فاهم؟ مالها يا عم؟ حلوة ومروقة وسلسة، مش هيجي وراها أي مشاكل. أنت بتكلمني كأني هشتري عربية، لو تعبتني أركنها وأبيعها. أنا ما جبتش سيرة عربيات على فكرة، ده عقلك الباطن بقى هو اللي متخيل إنها عربية، ده مش موضوعي. عقلي الباطن ملوش علاقة بالموضوع ده على فكرة. حلو قوي، اركنه لنا بقى وطلع لي عقلك الظاهر، اديني سبب واحد يخليك رافض موضوع ياسمين. مش بحبها. انت اديت فرصه لنفسك اصلا عشان تحاول ان انت تحبها؟ فرصه ايه؟ احبها ازاي؟ احبها ازاي وانا لسه بحب واحده تانية؟ اه ده الحب اللي بلا امل يعني. ماشي بلا امل، بس بيني وبين نفسي انما ابتدي مشوار مع واحده وانا عارف اني مش هعرف احبها يبقى بظلمها. يا سيدي ايه راضيه؟ تبقى هبله. عايز تلزق لي واحده هبله؟ ممكن مش هبل، ممكن ثقه بالنفس. هي الست شايفه انك لو اديتها فرصه هتعرف تخليك تنسى مريم وتحبها. انتوا مدركين انتوا بتقولوا ايه؟ انا لا مدرك ولا مش مدرك، انا ماليش دعوه، انا مجرد مرسال وما على الرسول الا البلاغ. ماشي جرب عشان خاطر انا، عشان ياسمين بس تحل من على كتافي، ممكن اعتبرها خدمه. هتقول كده من الصبح بقى؟ اديني قلت.
أنا اسمي شريف مدمن. أنا بشكر ربنا على تبطيلي النهاردة بصراحة كده. أول ما صحيت من النوم حسيت إن أنا ما عنديش أي حاجة ممكن أشارك بيها خالص. قلت أنزل وأجي أدير الاجتماع وخلاص، بس ده في حد ذاته كان إحساس سلبي بالنسبة لي. إن أكون منحسر ونفسي أتكلم ومش قادر أعمل ده، دي حاجة مجربتهاش بقالي زمان. بس مشيت عكس دماغي، قلت هنزل وهشارك ومش هدير الاجتماع. مشكلتي مش في الإحساس بالإنحسار أكتر ما إحساسي بالعجز اللي أنا مش قادر أتحمله. في ناس بحبهم بحاول أساعدهم ومش قادر، بس في نفس الوقت خايف عليهم قوي. صاحبتي الأنتيم انتكست وأنا ساعدتها إن هي تبطل تاني، بس أنا خايف إنها ممكن ترجع تاني وتنتكس، لأن اللي هي بتشوفه أكتر بكتير من قدرتها على الاحتمال. والست اللي أنا كنت بحبها زمان بنتها اتلطت. حاولت أعمل لها أي حاجة بس ما عرفتش. حاولت أعوضها بأي طريقة ما قدرتش. قاعد أتفرج عليها وهي بتتحسر على بنتها، وأنا ما كانش في إيدي أي حاجة أعملها. ده كون بقى و موضوع أختي ده كوم تاني خالص. أنا جوزت أختي لشقي الضرب، يعني عشان يبقى زيتنا في دقيقنا كده. المشكلة إن أنا مش هقدر أغير حاجة من اللي فات، بس خايف كمان ما أقدرش أغير حاجة في اللي جاي. ده اللي مضايقني. هي بتتحمل نتيجة الجواز ده لغاية النهاردة، وأنا مش عارف أعوضها بأي طريقة. وأصعب إحساس إنك أكتر ناس أنت أذيتهم في حياتك مش قادر تعوضهم. مش عارف، حاسس إن الخطوة التاسعة معصلجة معايا كده ومعكسة، بس مش عارف أعمل إيه. فرصة واحدة كمان يا سلمى. قول لها يا شريف، فرصة واحدة كمان. أنا هعمل المستحيل عشان أبقى زي شريف. أوعدك والله هنفذ كل اللي أنت عايزاه. طب قولي أنت عايزة إيه؟ قدامهم أهو. شهديهم عليا، لو ما نفذتش نبقى نتطلق. الطلب الوحيد اللي انا عايزاه هو اللي انا جاي علشانه النهارده يا طارق. انت كده بتحكم عليها بالولاد يا سلمى. انت اللي حكمت على نفسك، وانا مش عايزه اموت معاك. خلاص حضرتك، يعني يا ريت تخلص الاجراءات بسرعه. احنا بنبري من كل حاجه. معلش اعذرني، حضرتك حاضر بصفتك شاهد على الطلاق مش وكيل عن الزوجة. حضرتك يا أستاذ سلمى عايز تقابل الأستاذ طارق من كل حقوقك. أنا هستنى بره.
لما تخلصوا نادوا نمتي. امسكي. شكرا. ايه ده؟ ينسون؟ اه عشان تروقي دمك. اشمعنى انت بتشرب قهوة؟ انت مالك انت اشمعنى انا بشرب قهوة؟ عشان انا اكبر منك، خليكي في حالك. طب انا عايز قهوة زيك. خد. هتشربي قهوة وتسهري وتسهري طول الليل بقى وتنكدي علينا وعلى اللي خلفونا، على ايه؟ مالكيش لا شاي ولا قهوة بالليل، خالص. هو انت يعني عشان قويني عندك هتتحكم فيا؟ والله العظيم قعدتك معايا في البيت دي احلى حاجه حصلت لي من سنين. بس انا مش عايزه اطول عليك يا شريف، لازم ادور على شقه. بفكر يعني اخد شقه جنب ماري، اهو نوين نسبات بزميلك ده منظر اتنين وينصوا بعض. طبعا لا، خليكي قاعده معايا احسن. شوف يا شيخ الدنيا، يعني انا عشان احافظ على جوازتي اتسببت في طلاقه، ويروح القلم يلف يلف ويرجع لي، وبرضه ما عرفتش احافظ على جوازتي. طب ما يمكن ربنا يكون عمل كده عشان يخلصك من جوازك كنت هتضيع فيها عمرك. يا سلام، مكافأة يعني عشان اتسببت في طلاقها؟ لا، مكافأة عشان بتحاولي تعوضيها من ساعة ما عرفت انك غلطتي في حقها. ده انت بتطبقي الخطوة التاسعة بحذافيرها. البرنامج طبع عليكي من كتر ما عشرتينا. تعالي بقى نتكلم في الكلام الجد. ايه؟ هتطبخي لنا بكرة؟ اه شفت بقى ان انت داخل على طمع. والله العظيم بطني نشفت من كتر اكل الشارع، نفسي اكل حاجه من البيت بقى. والله العظيم انت مصلحكي. ما انا هساعدك. ماشي هنشوف. اتفضلي. صباح الخير. صباح النور. اتفضل اتفضل اتفضل. ازيك؟ الحمد لله بقيت احسن. شهادة الميلاد. شكرا. فريدة. فريدة حاتم الريزي. عجبك الاسم؟ حلو حلو اسم فريدة. انا عرفت امبارح من ممرضة ان انت ماشي النهارده، فقلت اعدي عليكي اسلم على فريدة واتفق معاكي هزورها ازاي وامتى. تقدر تيجي تشوفها اي وقت اي وقت يعني. طبعا انا هتكفل كل المصاريف، بس اعذريني مش هقدر ابعت لك الفلوس كاش. مفهوم طبعا مفهوم. اعملي لي لسته في كل احتياجاتها وانا هبعتها لك على معادي. انا سبت شقه المعادي، سبت شقه بابا. رحت فين؟ رحت شقه تانيه بس في المعادي برضو كده. احسن لي واحسن لفريد. مفهوم. تحب اوصلكم؟ لا مفيش داعي تتعب بنفسك. انا في واحد صاحبتي هتعدي عليا وهتاخدنا، انا مستنيها. طب لو احتجت اي حاجه كلميني. اكيد. حاتم انا بقول وصلنا انت احسن، اصل صاحبتي موعدها بايظه
ممكن تتأخر علينا. أنا جهزت كل حاجة خلاص، فاضل بس أقفل الشنطة. أنا هاخدها في الفريزر. شكرا. اتفضل اتفضل. طيب انا همشي. ترتاح من الطريق؟ لا لا مش مشكلة، عشان ترتاحي اقعد شوية وانا هعملك قهوة حلوة. طيب انا هحط بس فريدة في سريرها واعملك القهوة. ممكن اشوف اوضتها؟ اه طبعا اتفضل. انا هروح اعملك القهوة بس اوعى تصحيها. حاضر. انتي صحيتي؟ احنا عايزين نلعب. طب ما تقوليش لماما ان انا صحيتك. ماشي؟ انا عايز اقول لك حاجة مهمة قوي. انا مزوج وحش، ولا هكون اب وحش، بس الظروف اللي خلتني انا وماما مش مع بعض. بس احنا الاتنين بنحبك اكتر حاجه في الدنيا، عشان انت بنت حب كبير بينا وبينها. انا عشت سنين مستني اللحظه دي. لما تكبري هحكي لك، بس مش هعرف احكي لك كل حاجه، عشان في حاجات صعبة تتحكي. انت
طب انت مش جعان؟ هو صحيح مفيش اكل في التلاجة يعني، بس انا ممكن اطلب اي حاجة دليفري. لا انا كده كده لازم امشي، عندي معاد شغل. طب اشرب القهوة. فريدة صحيت، أنا هجيلك بسرعة. صحيتي؟ هعملك الأكل حالي. ده بابا أكيد عايز يلعب معاكي. هعملك الببرونة بسرعة، يلا. اوعى تعيطي. هتقومي تلبسي ولا ايه؟ لا مش هاجي معاكوا يا هشام. ليه كده؟ احنا هنصيح على بعض، دي خروجه وراها اغراض دنيئه. اغراض دنيئه ايه؟ انت شايفانا رايحين نشقط لواحده من الشارع؟ يا ريت، كانت هتبقى مره وهتعدي. لكن انتوا عايزين تجوزوا تمثال الشمع بتاعكوا ده. انت غيران ولا ايه يا برنس؟ لا طبعا، مفيش وجه للمقارنه اصلا. احبك وانت واثق من نفسك. بلاش رخامه بقى، هتسيبيني اروح لوحدي كده؟ لا ما يرضينيش انك انت تروح لوحدك، ما يرضينيش انك اصلا تروح. انا اللي غلطانه اني دخلت كليه هندسه، كان المفروض اشوف اي كليه تانيه وبعد الدراسه اقعد اهتم بنفسي زي ياسمين كده. كنت هتزهقي متزهقينه معاكي. لو في يوم ما بطلت فرق في الشركه بنقلق عليها والله، نفتكرها تعبانه. يا سلام. بذمتك انا بكذب؟ لا صح. هي مايا ما جاتش ليه؟ مش قالت هتحصلنا؟ هي بتعتذر لان هي تعبانه. انا حاسس بيها. ايه؟ انت كمان تعبان؟ لا ابدا. لا انا مش هقدر احلي دلوقتي. انا عايزه اقوم اتمشى شويه واتفرج على المحلات وبعد كده اهضم وارجع احلي. يلا. هنهضم وراجعين على طول. يلا هشام. ايه؟ هنهضم. انا مش عايزه اهدم. خلاص هات ورد المايه، هتبقى مبسوطه بيك جدا. اوكي هقوم اجيب انا ورد. اوكي يلا. تحبي تحلي بيه؟ لا انا مش بحلي، بس انا عامله دايت، بس ممكن تحلي انت. لا انا ماليش في الحلويات خالص، انا هشرب قهوه. بتشربي حاجة؟ ممكن شاي أخضر. ما بتشربيش قهوة؟ بشرب بس قليل قوي، أصل القهوة بتصفر الأسنان. بس أنا الحقيقة كنت بشرب شيشة وبطلت. بطلتي؟ بتشربي حاجة تانية؟ لا خالص. هو أنت بتحب الستات اللي بتشرب شيشة؟ مش عارف، عادي. شاي اخضر ودبل اسبريسو. لما هروح البيت هغسل اسناني. كان عندي كان بيقولوا ابيض زي امه وابوه، سميته مين وبحميه بالشامبو، وبسشوره بالسشوار وبفطره اي فطار، لكن ساعة الظهرية ياكل لحمة وخضار. ميني ميني وميني حب كرومبا، ودي كلبة شبه البومبا، مناخيرها كبيرة وفطسة ولا تفقه معنى الرمبة. قال ايه بتتجهله وتعايب على اهله، وهو هيمن فيها، وده طبعا من جهله. ميني ميني ميني.
ليه بس يا عم انس الكلام اللي زعل ده؟ مش رجوله يعني تسيب صاحبك واخوك ساعه زنقته يا ابني؟ والله ما عشان اذكر بيها انت غبي، انا قلت لك 100 مره في ايه؟ هودي هاني للدكتور يا انس. مالك يا حبيبي مبرون ليه؟ في ايه يا ابني؟ مش معاد متابعتها انت غبي. انس بقول لك ايه، مش عايز لابتو عجن من كتر كلام. معاك فلوس وهتديني؟ ماشي. معاك فلوس وهتعمل عبيد؟ صباح الفل. الله سلام. فين ام التذكره اللي كانت هنا؟ ضربتها. ايه اتعدلي لي يا نحنوحه؟ ضربتي ايه؟ ليه يا هانيا ضربتيها كلها؟ هو انت عايشه لوحدك في البيت؟ مش في زفت عايش معاكي؟ في ايه يا علي؟ في ايه اللي خلصتي التذكره اللي كنت همسك بيها ظهري؟ ايه اللي ايه؟ في ايه؟ انت ايه؟ بتعلي؟ ايوه بعلي. مش احسن من لما اقعد اعيط من اكتئاب الحمل؟ ما انا دلوقتي ممكن اخليكي تعيطي بجد عشان تعرفي انك مش عايشه لوحدك في البيت ده. انت بتضربني ولا ايه؟ لا المفروض اضرب نفسي، اضرب نفسي عشان سبت الحاجه معاكي. بعد كده مفيش حاجه هتبقى معاكي، الحاجه هتبقى معايا انا، تمام؟ بقى كده اوكي. من هنا ورايح كل واحد يذكر لنفسه ويخبي حاجته. بطلي بقى شغل العيال الصغيره اللي انت فيه ده يا هاني، انت كبرتي خلاص، اكبري. احنا عندنا كل المراحل دي خلاص. قومي شوفي البسي حاجه، يلا قومي البسي حاجه عشان اننا نشوف هننزل نعرف نذكر منين. طب ما تذكر انت، اشمعنى اذكر انا؟ ما انا كنت بتنيل بعمل كده قدامك في التليفون مع سيزيفت، انت مش شايفه؟ طيب يا علي شوف حد تاني. كلهم هرشوني. انا كمان كلهم هرشوني. يعني ايه؟ هيبقى كده يعني؟ انت عارفه بقى انا ممكن اعمل فيك ايه دلوقتي؟ ها؟ عارفه؟ ممكن اجيبك من شعرك اللي انت فرحانه بيه دوت المنكوش واخليك تقبي وتختصي وتطلعي بثمن تذكره اللي انت شفطتيها كلها. نامي يا اختي نامي. زفلطي ام اللي في بطنك ده بقى وشوفي ايه اللي هيحصل فيك. السلام عليكم. وعليكم السلام. النبي الله يكرمك، شوف لي البتاع ده يجيب كام؟ كاسة نظيف خسارة تبيعه، هتخسر فيه. يا عم خليك في حالك، انت مش عايز ترزق؟ اتفضل. ايه دول؟ بس كده؟ ده فابريكا يا معلم. الصوت. ايه يا عم لطاني بقالك ساعة؟ الناموس كلني، رحت فين؟ امسك هشوف المادة اللي معاك الأول. عايز كام؟ ما أنا قايل لك 5 في التليفون. ماشي. فلوسك دي تجيب 3 بس وبكرمك كمان. ليه يا عم؟ هو كوكايين؟ بلاش. بلاش؟ يا عم أنت مالك خلقك ضيق ليه كده؟ ما تاخد وتدي في الكلام معانا. هتقضي ولا مش ناوي؟ أقضي. أنت مالك يابا جازز ليه عليا كده؟ ما تخليك حلو في لقمة عيشك. عشان مكتوب عليا إن أبيع المقاطيع اللي زيك. مقاطيع مين يا ده؟ أنت عبيط ياض ولا إيه؟ ده 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 بس يا بيت. أنت زعلت ليه بس؟ ده أنا بهزر معاك. كنت كل حاجة خدها جد كده ورحت لك أي حاجة تعالى لي. رقمي معاك. خلاص أنت هتصاحبني. افتح الطريق.
بتهزر ايه يا ابني؟ بطل وانزل. بطل وانزل ايه يا فندم؟ طب مش تشوف رخص الاول؟ من غير رخص خالص، بطل وانزل. يلا حاضر. فتشها يا ابني. فتش ايه يا فندم؟ انا معيش حاجه يا فندم. في ايه بس هقول لك؟ ابيس يالا. ابيس؟ ابيس ايه يا فندم؟ انا راجل محترم وابن ناس ومتعلم يا فندم. موس ايه اللي هشيله في بقي يا فندم؟ في ايه بس؟ معيش حاجه يا فندم. معيش حاجه يا فندم. انا معيش حاجه يا فندم. اهو شوف حضرتك، انا معيش. لا معاك. معايا ايه يا فندم؟ معايا ايه؟